جايبة دروس، ماني جايبة شروحات. اليوم جايبت لكم قصة لا تقل غرابة عن قصة روبرت اللي أنا تكلمت عنها أول. هرجع وأقول لكم تاني إنه أنا إنسانة ما يهمني إذا الشيء ده كان حقيقي ولا لا. كتير سمعنا عن قصص العرايس، سمعنا تشاكي، سمعنا روبرت اللي أنا تكلمت عنها، بس أشهر قصة عندنا اليوم غير قصة تشاكي عندنا أنابيل. في البداية خليني أعرفكم عن أنابيل. أنابيل هذه قصة نابعة من قصة حقيقية عملوا عنها فيلم اسمها The Conjuring. كتير ناس قالوا انه القصة دي حقيقية، الفيلم نفسهم قالوا انه القصة دي حقيقية واستعانوا بالأسامي الحقيقية للأشخاص اللي كانوا في دي القصة. ايش قصة أنابيل؟ وهل هي حقيقية ولا لا؟ أنابيل له جزئين، الجزء الأول بصراحة ماني فاكر هو عام كم، بس الجزء الثاني جديد 2017. للأمانة ما شفت الجزء الثاني بس شفت الجزء الأول. من بعد الجزء الثاني لقيت انه الناس صارت تتكلم على انه أنابيل دي حقيقيه، وطبعا انا من لقافتي قلت خليني ادخل وابحث. خير ندخل في قصتنا اليوم. تعالوا نتعرف اول حاجه على الاشخاص اللي عندنا في قصتنا هذه وكيف بدات القصه. القصه بدات عام 1970، كانت ليله ماطره جدا. جات سيده كبيره ودخلت محل حق العاب، الالعاب اللي فيه بدائيه، كانت زي الخرده، كانت تبغى تجيب هديه غريبه لبنتها بمناسبه عيد ميلادها. بنتها اسمها دونا. دونا كانت عايشة في سكن مستقل مع صاحبتها اسمها أنجي. طبعاً دونا وأنجي بيدرسوا تمريض في الجامعة، فعشان كده عايشين مع بعض في سكن مستقل لحالهم. الأم بعد ما اشترت العروسة من هناك راحت أعطتها لبنتها كهدية. البنت هي ما هي صغيرة، البنت كبيرة زي ما قلت لكم في الجامعة، فشي طبيعي أنا لو مكانها حطايا اللي إيش العروسة دي؟ أنا مني اللي أنا كبرت الأشياء هذه. بس بالعكس دونا مرة حبت العروسة، إن هو شيء غريب وجديد. دونا أخذت العروسة وحطتها في مكان قريب من راسها على السرير. شفتوا لما تكونوا نايمين وفي جنبكم زي كومودينة صغيرة؟ حطتها هناك. مع الأيام بدأت دونا تلاحظ أشياء غريبة تصير مع العروسة. تحركاتها كانت خفيفة، ولما نقول حركات أعني إنها تحركت من جد. يعني مثلا تكون حطتها في السرير نايمة، تروح ترجع ممكن تلاقيها حاطة رجل على رجل، تحطها مثلا في الكرسي تروح وتيجي ممكن تلاقيها راسها كده. هذه تعتبر حركات خفيفة بالنسبة للأشياء اللي هتسويها بعدين أنابيل. طبعا شيء طبيعي بما أنه دونا عايشها مع أنجي ما هي لحالها، كانت تروح لأنجي تقول لها بطلي تلعبي في العروسة حقتي، بطلي تخوفيني فيها. كانت أنجي تقول وأنا ليش أدخل غرفتك وأمسك العروسة وأغير مكانها، وإيش اللي حيخليني أمر أشوف العروسة أغير يدها وأمشي. بس الموضوع ما وقف عن هذا الحد، الموضوع وقف انه دونا قبل لا تروح دوامها مثلا تكون بترتب السرير تحط العروسه فوق السرير زي اي بنت. ترجع المساء تلاقي العروسه فوق السفره، تحت الكنبه، في المطبخ. لين وصل الموضوع لمرحله انه دونا وانجي في يوم كانوا رايحين للعروسه لاقوا جنب العروسه زي ورقه من نوع معين. قصاصه الورق ما كان في منها في البيت، انجي ودونا ما يستخدموها اصلا، كانت غريبه. والخط اللي مكتوب فوق الورقة كان خط أطفال ومكتوب بالكريون كمان، الكريون اللي هي الألوان الشمعية. وأحيانا إيش يلاقوا؟ Help us, help Lou. طبعا اللي يسأل مين لو فهذا بطلنا الثالث. لو هذا خطيب أنجي. لو كان كل يوم أو كل فترة يجي عند البنات، هو صديقهم فيجلس معاهم يقضي عندهم الليلة وزي كده. من يوم ما جت أنابيل بعد كده لما صار يجي لو ما صار يرتاح لوجود أنابيل. يقول انه وجود أنابيل في المكان ما كان يريحه، كان يحس بطاقة سلبية، كان يحس انه في شر، في شيء قاعد يتقصده، كان يحس انه المكان مو بخير او البنات مو بخير. هو ما كان يشوف شيء وما يدري حاجة عن العروسة، هو بس يتكلم عن احساسه مجرد ما يشوف أنابيل، واحساسه كان في محله لانه أنابيل كانت تكرهه. بعد هرجة الرسالة أي إنسان طبيعي مكان البنت هذه المفروض إنه هو يرمي العروسة القصيص حقهم، يعني المفروض إن هي تتخذ خطوة إنه هي تتخلص من الشيء هذا. طنشت الموضوع دونا بالمرة وحاولت إن هي تسوي إن هي ما تعرف. تفكير دونا هنا راح تقريبا لمدى بعيد عن المدى اللي كان يصير، كانت تحسب إنه في حرامي أو في ناس مقتحمين البيت وعايشين فيه ويحاولوا يوصلوا لها رسالة. دونا طبعا ما أخذت بالموضوع، واللي عملته انها كملت يومها عادي، راحت الدوام ورجعت، وما زالت الدمية كل مرة تغير مكانها ليه ما صار الموضوع عادي بالنسبة لدونا. بس مرة من المرات رجعت دونا من الدوام كان في شيء غريب.
الدمية ما هي متغيرة، بس في يدها اليسار بقع الدم، وفي صدرها اليسار بقع الدم. طبعاً دونا مسكت العروسة وقعدت تكشف عليها وتشوف الدم ده مصدره فين. والعجيب في الموضوع إنه مصدر الدم من الدمية نفسها. العروسة نفسها بتنزف، كيف قطعة قماش تنزف؟ شاف بالكم دحين إن هي متنقت عليها، بس في الحقيقة الدم قاعد يخرج منها. طبعاً لين هنا وخلاص. دونا كلمت وسيطة روحانية إن هي تيجي البيت وتشوف إيش الموضوع هذا. الوسيطة الروحاني ده يجي يشوف إذا المكان هذا بسم الله الرحمن الرحيم ممسوس ملبوس زي كده، بس على كيس أكبر يعني. anyway الوسيطة هذه جات وشافت وحست في الموضوع، قالت لهم إنه الشقة مسكونة بروح طفلة صغيرة اسمها أنابيل، بنت ماتت مقتولة من زمن مرة بعيد، بس كانت مقتولة بصورة غامضة، وإنه أنابيل حاسة بالوحدة وحابة إن هي تتقرب من البنتين. طبعا البنتين قلبهم مرة طيب، فما عارضوا وجود الدمية وقالوا لها إحنا قابلين بصداقة الدمية. أنتوا حتقولوا إيش الهبالة دي، بس ده اللي صار. مجرد ما البنتين قبلوا بوجود أنابيل معاهم ومع الظواهر الغريبة اللي صارت تصير، أخذوا على الوضع عادي وحسبوها إن هي بنت صغيرة فعلا. لو خطيب أنجي جاء قضى الليلة عندهم في البيت. لو وأنجي قاعدين يخططوا إن هم يسووا زي رحلة ميدانية، فجابوا خرائط وقاعدين يتكلموا ويتناقشوا عادي جدا. سمعوا صوت خربشة أو صوت تسحيب أو صوت حاجة من غرفة دونا. اللي أبغى أقول لكم هو إنه وقتها دونا ما كانت في البيت، كانت في الدوام. الصوت جاي من غرفتها. مين؟ لو وأنجي قاموا الاثنين عشان يروحوا غرفة دونا يشوفوا إيش اللي قاعد بيصير هناك. في الطريق وهم هناك في الممر كان ماشي لو يحس إنه في أحد وراه. لما يلفت راسه ما في أحد، ما في غير أنابيل اللي جالسة في مكانها عادي، وهي فعلا كانت هناك اصلا من اول. قبل يوصل لغرفه دونا حس بشيء مسكه. هنا لو زعق، انجي زعقت هي كمان خافت ايش الموضوع. لفوا الاثنين وجههم ورا، لقوا أنابيل جالسه على الارض وراسها عليهم زي كده، ومكتوب جنبها ورقه Did you miss me؟ بمعنى هل افتقدتموني؟ طبعا انجي عارفه عن الموضوع خلاص اوريدي، وقد قالت لخطيبها الوسيطه الروحانيه ايش قالت وايش قصه الدميه دي، بس ما زال خطيبها مو بالع الموضوع ولا بالع الدميه، ويكره الدميه، ولما يشوفها يحس باكتئاب، وطلب منها كذا مره ان هي تتخلص منها وترميها. بس هي كانت تقول له ما اقدر لانه هذه هديه عيد ميلاد دونا، فانا ما لي اي صلاحيه ان انا ارميها. في احد الايام قرر له انه هو يقضي الليله مع البنات. نام تحت هو في الأريكة والبنات فوق عادي في غرفهم. يقول إنه هو صحي في نص الليل على هدوء غريب في البيت. لما صحي شاف حواليه ما لقى شيء، حط راسه يبغى يكمل نوم. بعدها بشوية صحي تاني وحس إنه في أحد موجود لأنه سمع صوت. لما جاي يقوم كان شبه مشلول، ما يقدر يصرخ، ما يقدر يتحرك، كل اللي حركه راسه. حاول يصرخ ما قدر. لما رفع راسه عشان يشوف إيش في شيء تقيل فوق بطنه، شاف أنابيل جالسة قاعدة طالع فيه. طبعا في الموقف ذاك اكيد انه الولد ضاع صرخ. بدأت أنابيل تزحف 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 فوقه الين ما وصلت هنا، حطت يدينها على رقبته وحاولت ان هي تخنقه. بعد ده كله لو اكتشف انه هو كان قاعد يحلم، كان في كابوس. بعد الكابوس هذا لما راح حكى البنتين وقال لهم عن أهمية إنه هم يتخلصوا من العروس السيئة دي، والاثنين رافضين حبا في البنت اللي هي أنابيل. ونسيت أقول لكم إنه في ذاك اليوم اللي كانوا قاعدين يشوفوا فيه الخرايط أنجي ولو، وراحوا عشان يشوفوا إيش الأصوات اللي كانت في غرفة دونا، لما دخل لو غرفة دونا وكانت أنجي بعيدة عنه، حس بأحد مسكه وبدأت فيه لخبطة تصير، إنه بدأ يصرخ وحس إنه هو انخبط وطاح في الأرض. جريت أنجي تشوف إيش الموضوع، لقيت إنه خطيبها نايم في الأرض والقميص حقه مشقق وفي نقط دم. لو لما نفك القميص لقى 7 خربشات من الصدر إلين البطن. طبعاً بعد اللي صار هذا كله خلاص الثلاثة قرروا إنه هما يخطوا الخطوة الجدية. بدأوا يحسوا إنه أنابيل هذه ما هي مجرد بنت تبغى صداقتهم، أنابيل مجرد بنت كأنها تبغى تستولي عليهم، بدليل إن هي كان ممكن إنها تقتل لو، وبدليل إن هي كانت كاتبة في الرسالة سيف لو. طب ليش قالت لو؟ ليش ما قالت أنجي أو شيء زي كده؟ لأنه لو يكرهها وهي عارفة إن هو يكرهها، وهي مجرد دمية، بس ممكن مو الدمية اللي تكرهه. الثلاثة راحوا كنيسة وراحوا عند القس حقهم، شرحوا له كل اللي صار وقالوا له إنه في وسيطة روحانية قالت لنا إنه صار وصار وصار وصار.
وإحنا قبلنا بوجود البنت عندنا، فكيف ممكن نتخلص منها؟ هنا نيجي لأشهر اثنين في قصتنا وموجودين في قصص تانية رعب وكمان أفلام اتوردت أساميهم هناك، إد ولورين. طبعاً إد ولورين لهم قصة تانية لحالهم، هعمل عنها فيديو عن إد ولورين وإيش شافوا في حياتهم من أشياء خارقة للطبيعة. طبعاً الاثنين شغلهم إنه هم يروحوا للأماكن الممسوسة أو اللي بسم الله فيها مس وجن وزي كده، ويقتنوا الأشياء اللي فيها ويخلصوا المكان ده بمساعدة القس من الأرواح الشريرة زي ما هم يقولوا. نسيب إد ولورين على جنب لأن حامل عنهم فيديو تاني كامل، وحوريكم الأفلام والقصص اللي دخلوا فيها والعجائب اللي عندهم. القس لما يكلم إد ولورين بعدها بيوم جوع على طول للمكان. لورين عندها ميزة إن هي لما تدخل مكان تقدر تحس هالمكان هذا مليء بالشر ولا مليء بخير، يعني سواء اللي فيه موجودين شرار يبغوا أذية ولا طيبين. فالمفروض بما إنه الموجودة طفلة صغيرة المفروض إن لورين ما تحس بشيء. لورين مجرد ما حست قالت لهم الواسطة الروحانية لما اتكلمت مع الدمية اتكلمت مع شخص غلط، ما اتكلمت مع أنابل، يعني اللي في العروسة مو أنابل البنت اللي ميتة، اللي في العروسة شيء تاني تماما يبغى يدخل في جسد أحد. هنا أبغاكم تركزوا في البارت اللي أنا حقوله كويس. لورين لما حست في الموضوع وكشفت على الدمية قالت لهم انه الدمية ما هي ملبوسة، الدمية في روح او نقدر نقول بسم الله جني يحاول يسيطر على الدمية، ولكن هو مو لابسها. اللي كان يحاول انه هو يدور على جسد عشان يدخل فيه ويعيش فيه كان يستخدم الدمية وسيلة انها توصله لغايته، فكانت الروح هذه كل ما لها قاعدة تزيد قوة وشر، وكان هدفها ان هي تكسب ثقة البنتين الين تلبس واحدة فيهم. طبعا الزوجين لما شافوا خطورة الموقف هذا كله طلبوا من دونا وانجي انهم ياخدوا أنابل معاهم. الزوجين إد ولورين لما أخذوا الدمية ودوها لمتحف هم عاملينه. المتحف هذا موجود عندهم تحت في القبو، كل ما يروحوا مكان يجسدوا أو يوثقوا الأحداث اللي هم سووها بالأشياء هذه. مثلا نفترض أنه هم راحوا عشان يشوفوا موضوع أنابل، فلما ينهوا الموضوع يقوموا يأخذوا أنابل يحفظوها عندهم عشان ما تكون شر برا، لا تكون تحت حمايتهم. فأي حاجة خارقة للطبيعة أو زي ما يقولوا paranormal، الأشياء الماورائيات، ما يسيبوها مع الشخص ده مجرد ما ينتهي الموضوع، لا ياخدوها يحطوها زي متحف تحت عندهم. فطبعا أخذوا أنابل للقبو حقهم، والمتحف مفتوح للناس كلها، اللي ويجي يزور يقدر يجي بيت إد ولورين وينزل تحت القبو ويتفرج على الأشياء. أظن كان في واحد أب أو قسيس لما جاء وشاف الموضوع شاف أنا بشاف الشر اللي هي بتسويه، عصب ومسك العروسة ورماها في الأرض وأتوقع داسها، وكان يقول أنت مجرد دمية لا تستطيعين أن تفعلي أي شيء، وهو معصب. طبعا إد لما خلص الموقف ده طالع في الرجال وقال له أنت مفروض أنك ما تسوي كده. لما مشى الرجال بعدها بشويتين هو في طريقه للبيت عمل حادث قوي جدا، لكن قدر ينجو منه بطلوع الروح. وحادثة تانية كمان صارت إنه كان في ولد طايب صاحبته، راحوا عند إد ولورين وكانوا بعد ما سمعوا الناس عن موضوع أنابل قالوا يبغوا يشوفوا العروسة. إد عادي نزلهم زي أي اثنين زائرين يتفرجوا على الأشياء. لما راحوا يشوفوا أنابل، طبعا أنابل إذا ما شفتوا صورتها في الفيلم شكلها كده شكلها مرعب، لكن أنابل الحقيقية اللي أنا بتكلم عنها اللي موجودة الحين في متحف إد ولورين هذه هي. طبعا اي احد حشوف منظرها اول شيء انه نفس اللي جف بالكم الحين بالضبط، شكلها جدا كيوت جدا لذيذ، تحس ان هي ما تأذي. وهذا اللي قاله الولد لما جاء وشاف أنابل، خبط على القزاز حقها، زي ما انتم شايفين هي صندوق قزاز، خبط على القزاز حقها قالت مسخر عليها ويقول لها انت بتسوي حاجه، انت ما تقدري تسوي شيء، انت مجرد دميه، واذا كنت حتأذي حاول تأذيني. تحدد دمية ان هي تأذين. إد قال له you should leave، انت لازم تمشي. الولد اخذ صحبته وراح. بعد 3 ساعات الولد سوى حادث شنيع بالدراجة حقته في شجرة، وطبعا بعد كده ما في احد يجرؤ ان هو يروح يشوف أنابل، واللي يشوفها ما يجرؤ ان هو يقول لها اي شيء. إد ولورين قالوا انه هي محبوسة بشرها بالطلاسم أو التعويذات أو الكلمات الدينية زي ما هم يقولوا،
محبوسة هنا بشرها، بس إذا استفزيتوها تعطي أسوأ ما عندها، مو الدنيا اللي مع الدنيا. طبعاً هنا وصلت لآخر القصة. الفيديوهات والصور اللي شفتوها هذه كلها هذه موجودة في اليوتيوب، تقدروا تبحثوا عنها لو تبغوا، ما عندي أي مشكلة. وحتبحثوا عن موضوع أنابيل وحتلاقوا ناس كثيرة تكلمت عنه، سواء أجانب أو عرب، وممكن في ناس وصلت الفكرة أفضل مني بكثير. إن شاء الله أتمنى إنه القصة عجبتكم، لأنه أنا بتكلم حسب إنه ظهري كده وشعري شيب. أحب اللي عنده قصة زي كده يرسل لي إياها على الانستا حقي في الخاص. وأنا آسف إن أنا بطول عليكم في القصص، بس عشان أدور على قصة حلوة وتشد وأنا حبتها لازم أول شيء أقرأها مرة واثنين وثلاثة لما أفهم الموضوع اللي صار، عشان أعرف أوصل لكم بطريقة بغير طبعا في النهاية كل واحد لازم يحصل نفسه ويذكر الله إن الأشياء هذه عالم تاني إحنا ما نبغى ندخل فيه وما نبغى يدخل فينا. اكتبوا لي في الكومنتات إيش في عندكم قصص، بس ما أبغى كومنتات والله هذه مو قصة حقيقية والله ما أدري إيه، لأنه أنا ما همني إذا هي حقيقية ولا لا للمرة المليون. حسابات السوشيال ميديا كلها تحت، ضيفوني فيها، تنوروني. Thank you so much for watching. See you.